É maior. Salam alaikum. صباح الخير دكتورة، يعطيك العافية. الله يخليك يا حبيبتي، الله يكرمك. يلا معلش اتأخرت عليك، وكان والله لسه مخلصها المحاضرة المادة اللي فاتت. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أنا شايفة تساؤلاتكم على الواتس، فمفيش حاجة بتبعدني عنكم إلا الشديد القوي يعني. خلينا نسمي الله ونبدأ. الدور على مين هيقدم السيمينار بتاعه؟ في عندنا على حسب التسلسل في عائشة وهبة ووسام. عائشة، هبة، وسام. دكتورة موجودة، أنا بس بستنى بصاحباتي. ما بس ايه هبة؟ بستنى بوسام تدخل وعائشة. طيب مين موجود؟ زين ووفاء. يا زين ووفاء موجودين. يلا يا زين انت ووفاء. حاضر يلا. ما راحت بداش. فين راحت زين؟ ما كانت موجودة. يلا حبيبتي. على اساس هو يا زين صراحة تبلش اول اشي، بعدين انا ابلش نص الموضوع الاخر. طيب مش يا زين. طيب اتفضلي. انت عن الدبريشن، موضوع عن الدبريشن صح؟ عن دبريشن صح. طب يلا، هي فين زين؟ رني علي. يلا بس هي ثواني ببعت لها، عم ببعت لها على الواتس. اي زين دخلت معانا يا وفاء. تمام. يلا يلا يا زين. زين هي بدها تبلش، مش عارف هيك اتفقنا انا وياها انه هي تبلش بدايه السيمينار وانا النص الاخر. طيب يلا انا معاك. يلا زين معنا؟ زين موجود يا زين. يلا يا زين. زين دخلت وخرجت كذا مره. طيب مين ريدي على طول عبال ما نشوف قصه زين ايه؟ يلا عشان الوقت يا جماعه. دكتوره احنا انا وسام وهبه. بس عائشة مو موجودة. عائشة ما عارفة ان عندها تقديم السيمينار النهاردة. بعت لها هسه. وايه سبب؟ هي عايشة من الصبحية بتقول لي عندها دوام، بس ما اعرفش كان تكملة دوام سي ولا ايه، ولا ايه وضعها بالظبط ما اعرفش. مش عارفة والله. طيب على كل هتبقى عندكم مشكلة ان انتوا تبتدوا من غير عائشة؟ هي يعني موقعها بالوسط شارحها. طيب انا مش عايزه تعطيل صراحه، انتوا اشرحوا واحنا جاهزين والله. بصي يا وسام، اشرح الجزء اللي يخصك، زميلتك تشرح الجزء اللي يخصها، واللي مش موجود دي مشكله. عائشه دخلت اهي. يلا تمام اوكي. يلا سامع هبه تبلشي. يلا تمام. يلا حبايبي يعطيكم العافيه. اليوم راح نبلش موضوعنا عن الاوتيزم، رح نتطرق فيه ونتناول الديفينشن لإله والتايب والساين والسبتوم والكيسز اند الريكس فاكتور لإله، ورح نتناول كمان الدايجنوسز اند سكريننج والكوميونيكيشن وذ الاوتيزمي، والاخر شيء رح نتطرق للمانجمنت اند تريتمنت. الانديكيشن رح نبلش بشكل عام عن الكوميونيكيشن. Communication is the exchange of the special message between two or more people, where one person sends a message and the other use it, and people send message in the different way, such as speech, visual communication, facial expression, body movement. هنا أول شيء بنحكي عن الكوميونيكيشن، إنه هو تبادل بين أكثر من شخص للسبيشال مسج، احتمال يكون انه بين اثنين او اكثر، او بين واحد ولجروب كامل. رح نستخدم فيه السبيشال، رح نستخدم فيه الفيجوال والنون فيجوال اكسبريشن.
people also receive message in the different ways such as hearing, seeing and feeling. بعض الناس بيستقبل المسج بمختلف الطرق السمع والرؤية أو الإحساس. Non-verbal communication, alternative communication or compensatory communication are all the name for the same term and it is now the 50% of the or more children with autism are concentrated to by non-speaking. هنا بنحكي إنه جميع non-verbal والalternative communication كلهم بيحمل نفس المعنى نفس المعنى وبنحكي إنه 50% من اللي معهم أوتزم هم بحكي على الأغلب في عندهم مشاكل بالكلام أيوة and the large percentage of the group remain without contact with other illness. بعضهم كمان النسبة هاي أكثر النسبة منهم ما بيكون عندهم الكونتاكت مع الآخرين بيكون فيها مشكلة. The way train in means of the communication that that can mean these children voice and word. يمكن إنه بنهتم بأصوات يعني الأطفال هذولا بيهتموا بالأصوات وال بالأصوات الأطفال وكلماتهم بس إيش بيكون عندهم مشكلة بالتواصل. هلا منتطرق للdefinition of the autism. الأوتيزم is complex هي شغلة معقدة يعني هي على الأغلب لحد الآن مش معروف السبب هي كروموسوم يعني هي شغلة جينية جينيتك كروموسوم لايف لونج ديفلوبمنت ديسابيليتي هي عدم القدرة لنهاية الحياة يعني ما في حدا بيتشافى منها يعني هي بتضل مع الشخص لنهاية الحياة ديفلوبمنتال ديلي هي على الأغلب بتظهر during early childhood and can impact a person's social skill, communication relationship and self-regulation. هي على الأغلب يعني على الأغلب impact على social skill والcommunication and relationship. هي بتشتغل على على المهارات الاجتماعية skill والعلاقات relationship. أو السلف ريجوليشن حتى هو يعني تحقيق ذاته أو السلف استيم أو إشي زي هيك ما بيكون عنده للي معه توحد الأوتيزم is defined by a certain set of the behavior and is a spectrum condition that affect people different and the varying degree هي بتكون درجات متفاوتة صح بيكون كل إنسان يعني مريض صح إنه مشخص أوتيزم بس هو بيكون في ديجري كل واحد إله معينة في ناس بتكون يعني عنده ظاهر كتير في ناس بنسبة قليلة هلأ is أوتيزم is complication condition that include problem with communication and behavior هو مشكلة كمان بالbehavior بالسلوك وبالتواصل It is involve a wide ring of the symptom and the skill. هو كمان حلقة مجموعة واسعة من الأعراض والسلوكات. Can be a mineral people or disability that need full time can is special factory. هلا هون رح نتطرق هي نفس الإشي يعني تعريف للأوتيزم إنه هو بيشتغل على البيهيفير وبيشتغل على الكوميونيكيشن وهو إله أعراض أو أعراض واسعة من المهارات من الأعراض والسكيل المهارات وهي هون بتظهر هي عدم القدرة طول الوقت إنه يعمل كير يعني فول تايم كير لنفسه الشخص هلا لازم يكون يعني لازم هلا بنشتغل خلصنا الديفينشن للأوتيزم هلا بنستخدم على بندخل على التايب التايب هلا فيه هو 3 تايب لإلهم نفس الإشي حتى الستاندر للتايب إنه يعملوه فكان إشي بسيط يعني ما في ستاندر معين إنهم صنفوا الأوتيزم وسووا لأنه هي الشغلة هي كومبلكس وبتشتغل على الجينيتك كروموسوم هلا التايب حسب يعني إحما بتكون إما بتكون ستاندرد لإلها إنه عند الأنثى منتشر أكثر زي هيك يعني إنه
ك ك ك كمختلف انه يختلف السبتم عن الاخرى ما بيكون، بس إشي بسيط يعني المختلف، يعني كل تايب بيختلف عن الثاني شغله بسيطه. في تايب الاول الكيرنس سنتروم ذا ويل ناون تايب اوف ذا اوتيزم كلاسيك اوتيزم ديس اوردر. هذا الاوتيزم يعني بشكل عام هو اكثر واحد منتشر منتشر. هلا بيختلف عن الثاني الريتز، هو أرير فور أوتيزم، هو أكثر ندورة منه. فريكوانس إز جير، هو بيجي على الجير وبيشتغل مع الفيزيكال سينك. هلا هو بيجي مع اللي الناس اللي معهم مسل أتروفي، بمر بالعضلات. فهذا هون يعني هذا بيختلف عن الثاني. هلا في التايب الثالث التشيلد هولد ديسنتريجريتيف ديس أوردر إفني مور رير ذان ديتز ستريك تشيلدرن هو أبير تو هاف نورمال ديفلوبمنت فرام بيرث. هو على الأغلب هذا بيظهر بالتشيلد هولد بالفترة هاي بيظهر بهاي الفترة، وأثناء الولادة ومراحل الولادة ما بيكون ظاهر عليه إنه هو توحد، يعني بيكون هو نورمال ديفلوبمنت فرام بيرث. هلا مع زميلتي عائشة. ماشي تفضلي عائشة. يعطيكم العافية. هلا فقرة الايرلي ساين فور اوتيزم. عندنا بالاول inability to relate to other، يعني في عدم قدرة على العمل او خلينا نحكي العلاقة مع الاخرين. ثاني شيء هايبر اكتيفيتي، يعني انه بكون في عندهم نشاط عالي. ثالث شيء عندنا بور سبيتش اور لاك اوف سبيتش، يعني ما عندهم قدره على الكلام او ضعيفين في الكلام. رابع شيء سترينج ات اتشيفمنت اوبجكت، يعني بيستغربوا او ما بيعرفوا يتعاملوا مع الادوات وهيك. في عندنا افويد اي كونتاكت، بتجنبوا طلعوا بالآخرين، يعني تواصل بالعين مباشر تواصل. difficulty dealing with change، كمان ما بيعرف يتخذوا قرارات مع التغييرات وهيك. over sensitive، يعني sensitivity بتكون عندهم للساوند عالية. والbehavior or body movement، كمان الحركات عندهم مش طبيعية والmovement كمان مش طبيعي. lack awareness of danger، يعني ما في عندهم وعي للمخاطر كمان. inappropriate laughing or crying، يعني بتكون يعني ضحك والبكاء عندهم مش مناسب. unusual play or repetitive play، يعني بتكون الحركات عندهم كمان متكررة. هاي الفقرة. هلا الكوزز طبعا هو الكوزز للأوتيزم، كمان risk factor هو exact مش يعني كتير known، ممكن يكون genetic أو environment factor whatever، يعني يا هاي يا هاي. في كمان بالنسبة للchildren بكون عندهم هاي الفقرة الثالثة autism screening and diagnosis للchildren، بتكون for children usually takes two steps. A development screening will tell your doctor whether your child is on track with basic skills like learning, speaking, behavior, and moving. Experts suggest that children be screened of these development delays during their regular لحد 9 شهور 18 شهر and ممكن لحد 30 أو 24 أو 30 من عمر الطفل. Children are routinely being checked specifically for autism of their 18 شهر أو 24 شهر check-up. In your child shows sign of a problem on this screening, they'll need a more complete evaluation. This might include hearing and vision tests or genetic tests. Your doctor might want to bring in someone who specializes in autism disorder, like a development or a child psychologist. Some psychologists can also give a test called the autism diagnosis observation.
هلا الواي تو كوميونيكيت وذ اوتيزم بيشنت، الطرق لانك تتواصل مع تتواصل مع الحدا اللي بيكون عنده توحد الاوتيزم. ادرس طبعا لازم يكون في عنوان لحدا من اللي بيعرف اللي عندهم الاوتيزم، حدا من اقارب يعني يكون في عنوان له مش للتشايلد نفسه. avoid using words or phrases that are too familiar or persons، انك تتجنب انك تستخدم العبارات اللي بتكون يعني او الكلمات المألوفة. say what you mean، بدك تحكي شو بتعني. take time to listen، لازم تاخذ وقتك بانك تستمع له، بدك تعطيه فرصته يعني انه يحكي ويعبر. if you ask a question wait for a response، يعني اذا سألت سؤال لازم تنتظر الإجابة منه حتى لو طول شوي. provide meaningful feedback، لازم يكون في يعني ملاحظات تكون لها مغزى. don't speak as if the person is not in the room، ما تحكي يعني انه كأنه مش موجود، يعني بدك تعمل له أهمية يعني تعرفه انه بوجوده. بس انا راح اكمل على تفضل يا وسيم. تفضل الله يعطيك دكتوره عادي لو طلعت بس لانه في عندنا سحب دم عشان يبدا. نعم يا بلال. دكتوره بعد اذنك بقدر اطلع من المحاضره بس عشان عندنا سحب دم اذا في مجال. طيب انت قدمت السيمينار بتاعك مبدئيا يا بلال صح؟ دكتوره قلناه انا وعلاء وايمان. خلاص اتفضل يا بلال. تفضل يا قلبك. في شيء يعني دكتوره ضروري اليوم؟ لا النهارده ان شاء الله بس بحاول بننجز في السيمينار المتبقي. يعني ما في محاضره؟ لا 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 عشان نخلص. الله يسعد قلبك. الله يكرمك ربنا معك. تفضل يا استاذ. الله يخليك. تفضل يا دكتوره. دكتوره الله يعافيك. انا زين الربيع. لا هي كده خلاص عايشه. ثواني بس وهبه وسام خلاص. لا لسه انا ما كملت. وسام لسه عليها دور. لسه بدي اكمل. أنا راح أكمل على كلام عائشة بالنسبة إنه راح أحكي لكم عن النيرس كان also help support للبيشنت والأستاذ. بس عندك خمس دقايق حسين. تمام. من خلال الطرق اللي هي أول إشي implement a patient coming plan، إنه لازم ننفذ خطة تتأقلم مع المريض و limit distraction و provide sensory object مشان نقلل المصدر لها ونقدم أشياء حسية مشان نزيد تركيزه، ونستخدم the right language provide consensus care مشان إنه يتمتع بنوعية أسمى بالحياة و create trust بينه وبينه، وهو كمان لازم نعمل نخلق trust إله. watch the sign of pain، لازم نراقب دائما علامات البين، ممكن انه هو ما يحكي بس احنا لازم كمان انه نراقبها اذا كان فيه. نحكي كمان عن communication with autistic patient. اول شيء عندنا development of self confidence and defense. هسه هو كمريض بكون فاقد انه عنده ثقة بنفسه، فاحنا لازم ننمي هاي الثقة عنده والاستقلالية مشان يقوم باي شيء بنفسه. عندنا كمان التريننج. هسه التريننج انه اثبت الدراسات الابحاث انه هو لما الطفل يعمل التريننج وبلاينج لوحده بيكون عنده هاي الطريقه بتنمي وانلودنج للايموشن، هي بتكون انه بتفرغ المشاعر، واحنا كمان بنقدر من خلالها نعالج الافكت ديسوردر، بنكتشف وينها واحنا بنعالجها. وترينينج للتشايلد اون ذا ديفنس اوف ذا سيم. هسه هو هسه الطفل واحد بكون انه فاقد انه يقدر يدافع عن نفسه او يعرف مصادر الخطر، فاحنا بندربه انه يدافع عن نفسه. هسه كتريتمنت اللي هي اخر شيء، ما في ميديكال بالضبط للاوتيزم بس في لبعض السيمتومز ممكن احنا انه نعالجها. وبس دكتوره. ماشي السلايدات. ماشي ربنا يوفقك. يلا مين اللي مجموعة اللي بعد؟ وسام وهبه زين. انا وزين دكتور. وفاء. انا دكتوره معلش. وفاء وزين. زين الربيع. وفاء تفضل. يعطيك العافيه دكتوره. انا زين الربيع وبعتذر منك اني دخلت وطلعت بسبب التليفون علق. طيب تفضل. اليوم احنا بدنا نشرح انا وزميلتي وفاء طبعا عن الدبريشن، ايش هو السيمتوم لايه الكوزز ريسك فاكتور الكومبليكيشن والبريفنت. هلا depression هو بنعرفه هو عبارة عن is a mood of disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest.
also called major depressive disorder or clinical depression. It affects how you feel, think and behave, and can lead to a variety of emotional and physical problems. You may have trouble doing normal daily activities. And sometimes you may feel as life isn't worth living. بحكي لنا إنه بشكل عام إنه الاكتئاب هو مجموعة من المشكلات العاطفية والجسدية، وبالتالي هي طبعاً بتأثر على طبيعة النشاطات اليومية في حياته، بتأثر على تفكيره. طبعاً بيحكي لنا إنه أنت في حياتك تشعر إنه ما في داعي إنك تعيش، يعني من كثر الاكتئاب اللي عندك تحس إنه الحياة ما تستحق إنك تعيش. More than just about of the plus, depression isn't a weakness and you cannot simply snap out. Depression may require long-term treatment, but don't get discouraged. Most people with depression is feel better with medication, psychotherapy or what. بيحكي لنا إنه ممكن كمان إنه أنت في حياتك تلاحظ إنه هو بيأدي عندك الشعور من الضعف، وبتحس إنه أنت بدك تخلص من حياتك ما في إلها داعي يعني. لهيك بتصير عندك أفكار غريبة في حياتك. ممكن إنه هو بيتحسن الشخص قليل مع العلاج النفسي والأدوية. هلا بدنا نحكي عن symptoms للدبريشن. All the depression may occur only once during life. People typically have multiple episodes. During this episode, symptoms occur most of the day, nearly every day, and may occur. يحكينا إنه هي بتحدث أكثر من مجرد نوبة من الكآبة، يعني ما بتحدث كآبة مرة واحدة، هي أكثر من نوبة. بس هي صعب إنك تتخلص منها. وهلا بالنسبة للسيمتوم اللي إلها، إنه هي أول سيمتوم اللي إله بيكون feeling of sadness, fearfulness, emptiness, or hopelessness. تشعر انك بالحزن، بالاكتئاب، بالفراغ في حياتك. الحزن لدى الحزن يا الحزن لدى مريض الاكتئاب، الحزن اللي مش طبيعي، اللي هو مش الحزن اللي احنا بنمر هو بيه. مش طبيعي. بص يا زين، حاله الحزن بيوصف الحزن لدى مريض الدبريشن، وبالتحديد السيفير دبريشن، حاله من السايكوباثولوجيكال فيلينج اوف سادنس، يعني حزن اضرابيه في مئات الاضعاف. ما في سبب يستدعي انك تحزن يعني الموقف. ما هو مود ديس اوردر نتيجه خلل في نيورو ترانسميترز. موقف يعني ما بيكون يستدعي انك تكون ديبرشن وحزين لك. هذا كمان سيمتوم لانه انجري اوف ذات اريتابيليتي فرستريشن ايفن اوفر سمول ماتير. ممكن انك انت بتغضب وتعصب على اشياء مش مستاهله، يعني احداث بسيطه بتؤدي للغضب عنده. تعبير عن لوس اوف لوس اوف انتيرست أوروبا جار المس أول نورمال أكتيفيتيز ساتش على السكس هابينز وسوار، حتى إنه ما بيعود عنده استمتاع في الأنشطة اليومية اللي يقوم فيها يعني في حياته، حتى مجرد السكس ممكن يفقد الهابينز فيه. Sleep disturbance include insomnia or sleeping too much. ممكن يحدث عنده خلل في النوم، بينام ساعات كثيرة أو قليلة. Tiredness of and lack of energy, so even small tasks take extra effort. ممكن كمان يتعب لو قام بمهامات بسيطة في حياته، يعني أي شيء عمل يقوم فيه أكتيفز نشاط بسيط فيه ممكن يتعب منه. بيمل. لأن هو أصلاً ما إله نفس اللي يعمل هالشيء يعني. على من الملل. الاكتئاب اللي عنده. ما تدري. أنا زيتي agitation or restlessness، القلق، العنف، قلة الراحة، slow thinking, speaking or body movement. ممكن يكون حتى تفكيره بالأمور بس يعني. بطيء، ما بيتخذ قرارات بسرعة، ما عنده تفكير سريع، أو إنه يتحدث حركاته غريبة يعني. feeling of worthlessness of guilt fixation on past failure or self blame. ممكن بيركز على إنه worthlessness، بيلوم نفسه، وعنده اكتئاب، بيركز على الأشياء اللي بالماضي صارت معه. trouble thinking, concentration, making decision and remembering things. ممكن يكون عنده تفكيره وتركيزه بالأمور، قرارات، اتخاذ قراره غير سليم يعني. frequent or recurrent thought of death, suicide, thought suicide attempt or suicide. ممكن بيحاول انه يفكر محاولة الانتحار، بده يخلص من الحياة لانه الكتاب اللي عنده ما عنده شيء يعمل غير تفكيره سيء يعني. اعلى نسب الانتحار بالمرضى سيفير ديبريشن او ميجر ديبريشن. سيفير ديبريشن خاص المان. An explained physical problem such as back pain or headache. بيشكي كثير من أمراض عنده مثل وجع ظهره، ما في سبب رئيسي لها يعني واضح. Headache. بين يعني بشكل متكرر. بيتحدث في أشياء يعني هي مش موجودة عنده بس ظل بيشكي. For many people with depression, symptoms usually are severe enough to cause a noticeable problem in day-to-day activities such as work, school, social activity, relationship with others. Some people may feel ungenerable, miserable or unhappy without really knowing why.
انه كمان هاي يحكي لنا انه معظم الناس اللي معهم اكتئاب ممكن الاعراض هاي بتكون كافيه انها تاثر عليهم في حياتهم في المدرسه في الشغل، وانه ممكن كمان تؤدي بس ما في سبب معروف ليش. طبعا هلا احنا نشرح عن الدبرشن اللي يكون في تشيلدرن والتين ايج وبال اولدر ادلت. ايش هي اعراضه؟ هلا بيحكي لنا انه سيمتوم في تشيلدرن اند تين ايج common sign and symptom of depression in children and teenage are similar to those of adults but there can be some difference. انه هي ممكن تتشابه مع الاعراض السيمتوم اللي عند الكبار لكن في اختلافات بسيطه. يعني in young children اللي هم طبعا اعمارهم من 12 تقريبا اقل من 12 سنه يحكينا ان young children symptom of depression may include sad irritable clinging worrying age and then refuse to go to school or being underweight. انه هذول الاطفال اقل من 12 سنه ممكن يصير عندهم اعراض من انه الحزن القلق البكاء ما له سبب، ممكن يشكي من الم اوجاع، ما بيحب يروح على المدرسه، كمان يرفض الذهاب للمدرسه. In teenage symptoms may include sadness, irritable feeling, negative and worthless, angry, poor performance or poor attendance at school, feeling misunderstood and extremely sensitive, using recreational drug or alcohol, eating or sleeping too much, self-harm, loss of interest in normal activity and avoidance of social interaction. هلا بأعمار التين ايج اللي هم من 12 ل18 سنة طبعا يحكي لنا الأعراض عندهم يكونوا حزينين قلقين، في عندهم تفكير سيء، ممكن هم يحاولوا ينتحروا أو إنهم يشربوا أدوية أو مخدرات. كما إنه ضعف الشخصية عندهم أو إنه يأكلوا كثير too much. هلا خلصنا من السيمتومز في التين ايج، نبلش في الاولدر ادلت اللي هم 65 فما فوق. طبعا يحكينا انه الدبرشن از نوت ا نورمال بارت اوف جراون اولدر، هو مش جزء طبيعي من انه يكبر في العمر، الشخص اللي يكبر بالعمر لازم يصير عنده اكتئاب، هذا لسه جزء طبيعي منه. مش التغيرات الطبيعيه، مش التغيرات الطبيعيه انه الشخص يكبر يصير التغير. And it should never be taken lightly and comparatively depression often goes undiagnosed and untreated in older adults and they may feel reluctantly seek help. Symptoms يحكي لنا طبعا هلا بالاكتئاب الاشخاص الكبار مش جزء طبيعي من التقدم في عمرهم اللي كبروا، واحنا لازم ما نستخف في هذا الموضوع ولا نتهاون فيه، يعني لازم انه حتى هم احيانا الشخص اللي كبير بالعمر يعني ما بيكون عنده انه دافعيه انه يبحث انه حد يساعده او يعالجه. يتردد في انه يطلب حدا يساعده بموضوع انه يتعالج من المرض النفسي اللي عنده. وكمان في بين كبار السن وتحديدا اللي هم بيعانوا من الوحده او ما فيش حد او من فقد شريك حياته او ما فيش حد من الاسره بيقدم له الدعم وعايش معاه، نسب الانتحار برضه بتكون موجوده بشكل ملفت. هلا طبعا ايش هي الساينس سيمتوم اللي عند الدبرشن بالاولدر ادلت؟ زين خلينا يا زين الله يكرمك انت كده، يعني انا اعتبر ان الباك جراوند اللي انت عطيتيه عن الدبرشن كافيه، عايزين بس ننتقل للجزئيه الخاصه بالكوميونيكيشن مع مرضى الدبرشن. مين هتبقي انت ولا زميلتك؟ انا دكتوره. اتفضلي يا وفاء. هلا نبدا زميلتي وفاء. اتفضلي. وين تو سي يا دكتور؟ هلا في حال لو بدنا نشوف دكتور في يعني بدنا نشوف دكتور للعلاج يعني او للفضفضه هي انا بسميها كمان. هلا if you feel depressed make an appointment to see your doctor or mental health professional as soon as you can. يعني في قدر المستطاع نشوف دكتور يعني نفسي وعقلي للعلاج. If your reluctant to seek treatment في حال ممانعة أو إنه في بعض ال clients أو اللي بيعانوا من الاكتئاب بيمانعوا إنه يشوفوا دكاترة، فبيفضلوا إنه يشوفوا. بيكونوا في حالة إنكار يا denial، حالة بيمر بحالة denial. Yes الإنكار نعم. talk to a friend loved or loved one، يشوفوا احد اصحابهم او اللي بيحبوه من الناس. and health care professional او اي حدا من الرعاة اللي عندهم يعني خبره في الحياه بيكون. faith leader الناس الروحانيين او المؤمنين في الحياه. or someone else you trust اي حدا نثق فيه، يعني المهم انه نلجأ للعلاج باي احد نثق فيه.
هلا الكوزز نشوف الاسباب. It's not known exactly what causes depression as with many mental disorders. لحد الان مش مبين واضح الاسباب لحد الان يعني بشكل واضح. لا بس يعني رح نذكر بعض الافتراضات. نعم الافتراضات نعم اللي هي biological difference البيولوجية والphysical changes. People with depression appears to have a physical changes in their brains. بصير هناك اختلافات في التغيرات الفيزيائية في الدماغ. برضو brain chemistry الحالات الكيميائية في الدماغ النشاطات الكيميائية في الدماغ هذا كمان مثل الناقلات العصبية. ايه هي neurotransmitter اللي affected في حالة الدماغ؟ neurotransmitter are naturally occurring brain chemicals that likely play a role in depression. Recent research indicates that changes in the function and effects of these neurotransmitters and how they interact with neurocytes involved in maintaining mood. زي أنا بعرف يعني هلا هو مش موجود بالنقطة اللي زي هرمون السيروتونين. السيروتونين والسيروتونين أو الفايف اتش تي والنور أدرينالين. أيوه ايه طبيعة الخلل اللي بيكون حاصل للنقلات العصبية دي ان هو بيكون في حالة من الديفيشنسي في نقص في هذه نقص نعم عشان كده فكرة او آلية عمل مجموعات الانتي ديبريسنت اللي هي مضادات اكتئاب بالكلاسس المختلفة ان هي بتحسن من نسب ال فبالتالي يبتدي يتحسن اعراض معينه تبتدي تتحسن على حسب التسلسل كده اعراض معينه عند مريض الدبريشن تبتدي تتحسن الى ان يتحسن الحاله المزاجيه ايضا عنده. هلا كمان من احد الاسباب اللي هي الهرمونات هرمونز شنج ان ذا بالانس اوف هرمونز مي بي انفولفد in causing or triggering depression. هرمون كما في حال البوست بارتم ديبريشن الاكتئاب لدى السيدات ما بعد الولاده. يس هي عم بحكيها دكتوره صح مضبوط. result with pregnancy and during the weeks or months after delivery and from thyroid problems هذا كمان بياثر ومينوبوش or number of other conditions يعني كمان سن الامل. نعم برضو آخر شيء يعني زي من أحد الأسباب اللي هي inherited traits برضو الجينات بتأثر. هلأ بس الريسك فاكتورز certain personality traits such as low of self-esteem and being too dependent self-critical or self-critical يعني هو بيكون عنده يعني النظر لنفسه وتقديره لنفسه كثير ناقص متدني. نعم متدني نعم. وكمان blood relatives with a history of depression بيكون عنده هون زي الكحوليزم or suicide عنده برضو في الحالات في العائلة نفسها عندهم هاي تاريخ addiction تاريخ يعني. yes being lesbian, gay, bisexual or transgender في عنده مشاكل بالناحية الجنسية مثل يلا من ناحية الجنسية و history of their mental health disorders بيكون عنده تاريخ مرضي من ناحية العقلية والنفسية like anxiety disorder. وفاء يا وفاء ركزي لنا بس سريعا كده في نقاط الكوميونيكيشن مع مرضى الدبريشن شكلها ايه. هلا اخر شيء يعني هو من ناحيه انه من ما بدي اتعرض للكومبليكيشن المحاذير صح احكيها المحاذير. لا لا سيبك من الكومبليكيشن كلمينا بس على نمط الكوميونيكيشن مباشره. هلا التيك ستيب تو كنترول ستريس تو انكريز يور your resilience and boost your self-esteem
reach out of to family and friends. يعني نحاول إنه يتواصل مع العائلة وال والأصدقاء especially times of crisis to help your weather rough spells. Get the treatment and at the earliest sign of a problem to be to help prevent depression from worsening. Consider getting long-term maintenance treatment to help prevent a relapse of symptoms. وبرضو كمان نتعرض للميديكيشن في حال لو احتاج للميديكيشن زي ما تعرضنا من قبل يعني إنه كا سيروتونين و يس أسفلك على الإزعاج لا يا وفاء ماشي حبيبتي أحسن بس نهلا صحي أنا حسب دقيق آخر أنا بوست بيسي مش نايمة وهلأ ابني صحي أنا مش نايمة يلا يلا على خير على خير طيب مين تاني بعد مجموعة وفاء وزين مين تاني قصي وفادي قصي ويفادي مش موجودين دكتورة دكتورة بس معلش أسأل إنه إحنا كيف قدمنا إحنا مجموعة وسام أنا وعائشة وسام وعائشة ثواني يا وسام عشان أنا كله مسجلة عندي عائشة وسام ومعاكو هبة تمام يا حبيبتي تمام ما تقلقش أحسن إن شاء الله على آخر الأسبوع بعمر الله في خلال الويك إند يوصل لكم تجميعاتكم كلها ما دمتوا رفعتوا كمان الواجب اللي مطلوب منكم الأسايمنت اللي مطلوب يعطيك العافية الله يعافيك يا حبيبتي خلينا نشوف مين تاني ما قدمش رائد يا رائد صباح الخير أنا يا دينا دكتورة أنا بصراحة مجهزة الموضوع المنتر تابديش هو جمانة وعصمان جمانة بتحكي لي بالمستشفى ما راح تقدر تشرح طب أنا مقسم الموضوع يعني إلي فترة إلهم وعثمان ما برد طب يعني كيف أعمل أنا هيك أشرح موضوع لا إيه بقى أنا هقول لك لأنه برضو جمانة عندي في مادة أعتقد إن نيتريشن برضو نفس القصة اشرحها لنفسك يا حبيبتي وهي حرة بقى في نفسها مدامت ما بلغتنيش فأنا ما مش هنتظر حد والله إلي ساعة بعد تحكي لي في المستشفى وتعبان مش عارف شو يعني موضوع كتير أنا من زمايلها في المادة اللي فاتت قالت هتبلغني وهتتصل والكلام الجميل ده كله في وقتنا هذا ما فيش أي تبليغ رسمي من جمانة ليا لأن عندها سيمينار في المادة دي وسيمينار في المادة اللي قبل فبالتالي أنا مش هأخركم علشان جمانة وظروفها الله أعلم فخلينا الجزء اللي أنت مسؤولة عنه عثمان موجود تمام لا عثمان بعت له والله من امبارح نبهت عليه وحكيت عثمان نفس القصه عثمان نفس القصه خلاص يا دينا انت حبيبتي انت موضوعك عن المينتال سب نورماليتي ابتدي انت قدمي الجزء اللي يخصك وتوكلي على الله وخلاص الباقيين كل واحد مسؤول عن نفسه ابلش حاليا دكتوره خلاص اتفضل السلام عليكم اول شيء موضوعي عن المينتال ريتاردد بيبل كوميونيكيشن باترن وذ مينتال ريتاردد بيبل طبعا هذا الموضوع له علاقه المينتال ريتارديشن في الانتليجنس اللي هو في الاي كيو في الذكاء اللي هي الابيليتي تو اندرستاند قدره الشخص على الاستيعاب طبعا الاي كيو بيتم قياسه لاي شخص عن طريق الميجر باي ان اي كيو تيست عن طريق قياس الاي كيو تيست له اللي درس الذكاء عنده فالأفرج للآي كيو بيكون طبعاً 100 with the majority of people scoring طب ممكن يكون الميجر between 85 ل115 وأحيانا من 70 بيبدأ كمان ببلش من 70 بس أنا طلعت من 70 الابيرسون از كونسيدرد انتلكتشوال ديس يعني بنقدر نقيم انه الشخص عنده انتلكتشوال ديسابيليتي في حال كان عنده الاي كيو ليس دان 70 اقل من 70 الاطفال تو ميجر ا تشايلد ادابتيف بيهافير حتى نقيس سلوكيات التكيف للطفل في عنا specialized will observe the child skill and compare them to other children of the same age في بيكون أخصائي بقيس سلوكيات التكيف للطفل وبراقب من خلال إنه براقب مهارات هذا الطفل وبقارنها مع أطفال بيكونوا the same age نفس العمر لهذا الطفل
thinking that maybe observe include, طبعا أنا كيف براقب سلوكات الطفل من خلال قدرة الطفل مثلا أنه يأكل بوحده، يلبس بنفسه، بيعتمد على نفسه، في أكثر من سلوكية، مهارات معينة، مهارات معينة بقدر أحكم على الطفل بهاي الأمور. المنتال ريتارديشن طبعا حكينا تعريفها بشكل عام، هي is characterized by below average IQ or mental ability، اللي بكون عندي معدل IQ أقل من 70 وبكون عنده ضعف ل of skill necessary for day to day life، وبكون عنده ضعف في المهارات اليومية، وهي حكينا بتكون قدرة